نقيب المحامين يشكل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية بالمنيا الجديدة ورأس البر وطلخة والجيزة. نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة. نقابة المحامين تسقط قيد 129 عضواً من الصادر في شأنهم أحكام جنائية وتأديبية. نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لنادي جليم للوقوف على أعمال التشغيل. نادي جليم يفتح أبوابه يومياً لاستقبال المحامين وأسرهم مجاناً بموجب كرنيه العضوية. إقبال كبير من المحامين على نادي جليم خلال الأسبوع الأول من افتتاحه. نقيب المحامين يعد الجمعية العمومية بنشر ميزانية النقابة من عام 2018 وحتى العام الماضي خلال الأشهر القليلة المقبلة. نقيب المحامين يعلن عن زيادة المعاش بالشكل المتناسب مع زيادة الأسعار. نقيب المحامين يعلن تخفيض قيمة المشتريات الشهرية للنقابة من 19 مليوناً في سبتمبر الماضي إلى 2 مليون جنيه في ديسمبر. نقيب المحامين ترشيد الإنفاقات وتكفيف بؤور الفساد داخل نقابة المحامين كان على رأس أولوياتي. نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرة عن التنمية البشرية.